بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله يا جماعة، كنت رايحة نسيم الموج أشتري حاجة من هناك، ولقيتهم عاملين عروض 94 هللة. يعني ما شاء الله، علب الشوكولاتة دي اللي هي علب يعني تحطوا فيها شوكولاتة على 94 هللة. في حاجات تانية عجبتني قلت أوريها لكم. هنا ده فرش التلاجة أو دولاب، يعني دول ما شاء الله فيهم ستة، فيهم ست قطع على كام؟ على 94 هلل. انا اخترت دول، دي ودي ودي، وهنا الاتنين دول اللي هما زي تمسكوا بيهم حاجة تحطوهم، يعني اللي هو عزل حراري، هم الاتنين دول على 94 هلل. وهنا ده برضو زي عزل حراري كده مثلا، او مفرش تحط عليه الحاجات السخنة، برضو الواحد ب94 هلل. هنا ده انا خدته زي ايه، زي منفل كده للدقيق، يعني اه ب94 هلل. هنا في ستاند اطباق اهو من غير العلبة، ده جوه العلبة. هنا في كوبايات للمناسبات اهي، كوبايات زي فايبر كده او اكريليك، يعني ستة مع بعض ب94 هلل. دي حلوة للحفلات والمناسبات اهي، وده شكل تاني 94 هلل. هي ايه يعني، ممكن الاستعمال مرة واحدة. هنا بقى جميع انواع المفارش، هنا انتوا تقلبوا تاخدوا اللي هما الستة مع بعضهم عشان بيطلع لكم بعد سواعي واحدة لوحديها. الله، شوف الشكل ده جميل ازاي، مبهج كده. دول ستة مع بعض، بس في خامة تختلف عن خامة يعني كده. ده شكلها حلو، هي مكتوب فرش التلاجة او دولاب، حلوين برضو شكلهم حلو. دي عصافير اهي قدام العش بتاعهم، وهنا في ورد ب94 هلل. هنا ما شاء الله كل الستاند ده من اوله لاخره كده على 94 هللة، مليان اغراض كتيرة يعني وحاجات كتيرة، تشوفوا اللي انتوا عايزينه تقلبوا هتلاقوا حاجات كتيرة. حتى ورق ألمونيوم على 94 هللة، الشوك دي للمناسبات والمعالق دي يعني. هنا دول برضو للمناسبات برضو، دي تحط عليها كب كيك كده، دي برضو ب94 هللة، حلوة للمناسبات. او بتتعمل زي التورتة كده، بتترص كده ادراج يعني فوق بعضهم يعني كده، وانت تحط عليهم الحلويات ب94 هلل. الادراج دي ب94 هلل اهي، في المربع وفي اهي ب94 هلل. الاطباق دي ب94 هلل، حتى المطارات دي بس زجاج مش اكريليك، زجاج. كانت الاول ب5 ريال، بقت ب94 هلل. اشكال متنوعة اهي، من المطارات لفافة ورق العنب دي، قشرة الذرة، هنا دي بتاعت التوابل وزيوت، هنا دي زي بتحط فيها زيت اكريليك، دي قوالب سيليكون ممكن تعملوا فيها حلويات يعني. هنا برضو دي سيليكون، هنا دي قوالب سيليكون برضو اهي، ده شكلها من الخلف، وهي تنفع للحلويات برضو، الشوكولاتات ب94 هللة. هنا 94 هللة، دي برضو خاصة بالحلويات 94 هللة. البرطمانات دي كلها على 94 هللة اهي. لا دي مكتوب عليها ريال و99، الله اعلم بقى صح ولا خطأ. ودي اللي مكتوب عليها 94 هللة.
فين اللي انا مختاراه؟ انا لما لقيتهم علوم عرض كده قلت اصورهم لكم بالمره. اللي عجبوني الفرشه بتاعت التلاجه، ودول برضو دول سبت كده يتحطوا علوم الحاجات السخنه سيليكون برضو 94 هلله. وانا دي قوالب عمل المعجنات 94 هلله برضو. هتلاقوا حاجات كتيره يعني. وفي توزيعات برضه، هتلاقوا توزيعات عيد سعيد. نختم هنا ان شاء الله، ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.